خلاص ابو حمد شوف فيه هنا شوف فيه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا كان كما كيقولوا كنقبل الله المستقبل اي واحد، ولكن اما يعني اللي كنتمنى له في المصير استعداد المباراه التواليه كنت اقول انا باي اي شان كان ماشي شي حاجه اللي عندي يعني بزاف واحد اسره فقيره، كنحاول دائما كندير له خاطرو اي هذا مشى يدير كومباك في اي مدينه كنحاول ما يمكن نعطيه يعني اكثر من جهدي.